أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم على الهواء مباشرة وبرنامج فرحة وطن، واللي من خلاله نسلط الضوء على إنجاز البطل الرامي الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي اللي حقق الميدالية البرونزية بمنافسة مسابقة الرماية في مسابقة السكيت للرجال، واللي أقيمت على ميادين أوساكا الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية 32 في طوكيو 2020. لا شك يعد هذا الإنجاز مفخرة للرياضة الكويتية ولكل الرياضيين في مختلف الألعاب في وطننا الغالي الكويت، ولكي أكيد نعطيهم الدافع والحافز القوي نحو تحقيق الإنجاز مزيد من الإنجازات للرياضة الكويتية في المحافل الخارجية. أكيد وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز يشرفنا أن نستضيف اليوم السيد عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية. بداية رحب فيك أبو سلمان، سعيدين بتواجدك معنا في برنامج فرحة وطن، حياك الله. شكرا، وإحنا شاكرين لكم هذا اللقاء وهذا البرنامج الخاص في فرحة وطن، وإن شاء الله يكون برنامج مميز إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله أكيد بوجودكم سيكون أكيد مميز بالإنجازات اللي تحققونها من خلال الرماية، وأكيد أيضا يسعدني أن أرحب بضيفنا المتواجد أيضا الكابتن حمد رويسان، حكم دولي ورئيس لجنة حكام الخرطوش بالاتحاد الكويتي للرماية. حياك الله كابتن حمد، سعيدين أكيد بتواجدك معنا في هذا البرنامج. الله يحييك أبو معاذ، ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله أفراحنا دائما إن شاء الله، وإن شاء الله الخميس نفرح مرة ثانية بإذن الله. بإذن الله أكيد، يعني دائما يعني الاتحاد الكويتي للرماية ونادي رماية الكويتي دائم من خلال الأولمبياد مميز، دائما إنجازاته كثيرة، دائما يعني الإنجازات اللي تحققت والميداليات في تاريخ الكويت الرياضي من خلال مشاركات في الألعاب الأولمبية دائما هي طبعا بإنجازات كبيرة من الاتحاد الكويتي للرماية من خلال خمس أكيد بطولات وخمس ميداليات لفهد الدحاني، برونزية في سيدني وأيضا برونزية في لندن 2012، وأيضا ذهبية في ريو 2016. أيضا عبد الله الطرق الرشيدي نجم اليوم طبعا ونجم حلقة اليوم اللي حقق أيضا برونزية في ريو 2016 وبرونزية في طوكيو 2020، وأكيد نبدأ معاكم حلقتنا في هذا التقرير. نتحدث عن الرماية الكويتية، نحتاج إلى صفحات كثيرة نسطر فيها وندون إنجازات الأبطال يعجز القلم عن كتابتها. تعددت الأسماء والنجومية واحدة، أسماء لأبطال من ذهب ونجوم تلألأت في سماء عالم الرماية، بسطت نفوذها في الميادين وفرضت هيمنتها في كل البطولات الخليجية والعربية والآسيوية، بل وحتى العالمية. حصدوا الألقاب والميداليات بمختلف أنواعها، حجزوا الأماكن في الصفوف الأولى لأبطال العالم، ورسموا الابتسامة على الشفاه، وارتفعت راية الكويت بألوانها الأربعة الزاهية ترفرف على السواري ابتهاجا بالانتصارات، وآخرها ما حققه ابن الكويت الرامي عبد الله الطرق الرشيدي في أولمبياد طوكيو 2020 وحصده للميدالية البرونزية، ليسجل اسم الكويت في قائمة الشرف الأولمبي للمرة الثانية. أكيد إنجاز يحسب وإنجاز يضاف للإنجازات الكثيرة اللي حققها الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي بحصوله في أولمبياد طوكيو 2020 على الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية مسابقة السكيت، وأكيد يعني
رفع علم الكويت من خلال تواجده على منصة التتويج. أبو سلمان سيد عبيد العصيمي أمين عام الاتحادية الكويتي والعربي للرماية، أكيد يعني نادي الرماية الكويتي دائما عودنا على التواجد في المنصات، خصوصا إذا احنا نتكلم على الميداليات اللي حققت من خلال مشاركة الرياضة الكويتية في دورات الألعاب الأولمبية، حصلتها 5 ميداليات وجميعها حققت من رماة الكويتين، سواء الرامي الذهبي فهيد الدحاني أو الرامي الأولمبي عبد الله الطرق الرشيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد. في البداية طبعا نبارك لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح، والحكومة والشعب الكويتي هذا الإنجاز ولله الحمد الذي حققه بطلنا المخضرم رامي عبد الله الطرقي الرشيدي. وطبعا هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، هذا الإنجاز طبعا جهود سنوات ودعم كبير من القيادة السياسية ومن الحكومة ومن الهيئة العامة للرياضة، فولله الحمد يعني هذا الإنجاز تحقق. وطبعا إذا كان العمل مؤسسي وهناك خطة موضوعة ويتم دعمها من قبل الهيئة العامة للرياضة، فالنتيجة راح تكون إن شاء الله إنجاز ونتائج مشرفة باسم دولة الكويت. نبارك الجميع هذا الإنجاز، إن شاء الله يعني نتأمل أيضا أن باكر وعقبة شبابنا الأبطال عبد الرحمن الفيحان وطلال الطرقي في مسابقة التراب، أن الله إن شاء الله يوفقهم ويحالفهم الحظ إن شاء الله. إن شاء الله أكيد يعني بعد ساعات إن شاء الله راح يكون هناك طبعا مشاركة رماة الكويت الرامي عبد الرحمن الفيحان والرامي طلال طرقي الرشيدي في مسابقة التراب. إن شاء الله بعد ساعات تبدأ أكيد هذه المسابقة، وتحديدا 4 فجرا بتوقيت الكويت. دعوات أهل الكويت، أكيد دعواتكم لرماتنا من خلال المشاركة إن شاء الله غدا في مسابقة التراب. كابتن حمد رويسان، أكيد هي فرحة وانتم اكيد في النادي الكويتي، نادي الرماية الكويتي والاتحاد الكويتي للرماية، اكيد تستحقون الشكر والثناء من خلال هالنتائج المميزة اللي يحققونها رماة الكويت. الله يعطيك العافية، الحمد لله والشكر على الانجاز اللي حصل عليه الرامي عبد الله الطرقي، وهذه فرحة كبيرة وان شاء الله الفرحة تكمل ان شاء الله يوم الخميس بحصول رماتنا لعبد الرحمن الفيحان وطلال عبد الله الطرقي، حصولهم ان شاء الله باحدى الميداليات في المراكز الاولى. نعم ابو سلمان، يعني مشاركه رامي عبد الله الطرقي يعني اتت مفاجاه، على اعتبار انه كان طبعا اللي حققوا الكوتا هم الرماة الاربعه، منصور الطرقي الرشيدي في السكيت، عبد الرحمن الفيحان وطلال طرقي في مسابقه التراب، وسعود حبيب في مسابقه السكيت، لكن ظروف خاصه سعود حبيب صحيح، يعني تواجد عبد الله وكان تواجد امانه مشرف بتحقيق هذه الميداليه البرونزيه. والله الحمد طبعا، واحنا مثل ما تفضلت الميداليات طبعا الحق او المقاعد التاهيليه حققها الرماة، وسعود حبيب يعني بطل، ولكن يعني لظروف خاصة اعتذر، وإحنا في مجلس إدارة يعني قبلنا اعتذاره. طبعا إحنا كان دائما خطتنا يعني لتجهيز لأي أولمبياد، إحنا دائما من ينتهي الأولمبياد نعمل لخطة ل4 سنوات الأولمبياد القادم، وهذه الخطة ترسل إلى الهيئة العامة للرياضة وترسل إلى اللجنة الأولمبية الكويتية بمعسكرات وبطولات وميزانيات واضحة، بحيث أن يعني نجهز للأولمبياد القادم. طبعا الرماة طبعا لحق المقاعد 4، ولكن احنا دائما نعمل ستاند باي، يكون في احتياط لظروف، يعني ممكن الرامي يمرض، يمكن يصير ظرف خاص نفس الأخ سعود حبيب البطل. فولله الحمد طبعا رامينا المخضرم عبد الله الطرقي يعني كان جاهز، طبعا كل مشاركات البطولات والمعسكرات التي يشارك بها الرماه المؤهلين الى الاولمبياد هو موجود معاهم يشارك في المسابقات، بس طبعا ما كان متوقع انه راح يشارك، يعني لانه كان طبعا الكوتا باسم البطل سعود حبيب، ولكن نظرا لاعتذار الاخ سعود تم يعني تكليفه بالمشاركه، وطبعا كان سعيد، واحنا عارفين يعني رامينا يعني بطل، ويعني مشاركته راح تكون ايضا
يعني مرعبة. نعم. للاعبين صراحة، يعني احنا رامينا نفتخر ان وجوده جميع الرماة الموجودين دائما يسألون هل هو مشارك ولا مو مشارك، لان عارفين مدى قوته ومدى جاهزيته، ويعني رامي بطل ولله الحمد ايضا كانت مشاركة ناجحة واستطاع ان يحقق الميدالية البرونزية ولله الحمد. ولله الحمد اكيد، يعني كانت مشاركه مميزه اكيد لعبد الله الطرقي الرشيدي ومن خلال حصوله على البرونزيه السكيت في اولمبياد طوكيو 2020. اكيد مستمرين معاكم، لكن شاهد هذه الكلمه ثم لا نعوده. خشبة المسرح نقول لكم أبطالنا في طوكيو، قلوبنا كلها معكم. أخوكم فهد البناي. أبطالنا بطوكيو، قلوبنا وياكم. أخوكم محمد تراب. أبطالنا اللي بطوكيو، قلوبنا معكم. أخوكم أحمد النجار. أبطالنا في طوكيو، قلوبنا معكم. وعسى الله يوفقكم. أخوكم وكيل أول ضابط متقاعد محمد بلاد. أبطال طوكيو الله يوفقكم إن شاء الله وقلوبنا معكم. أخوكم الفنان حمد القطان. أبطالنا الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو موفقين بإذن الله، دعواتنا وقلوبنا معكم. أخوكم بشار عبد الله. أكيد الدعم الكامل لرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، وأكيد يعني مثل ما تابعنا هذه الكلمة من طبعا المشاهير، وأكيد سواء الرياضيين يعني في كل المجالات الفنية الجميع يعني بالفعل يدعم ويساند أبطال الكويت المشاركين في هذه الأولمبياد. كابتن حمد رويسان، طبعا كونك كحكم أكيد أنت تابعت الفاينل، وأكيد نتحدث عن يعني ايضا التحكيم خصوصا ان القانون تغير. طبعا في السابق كان الرامي ياخذ معاه طبعا الرقم والاطباق اللي حصدها، لكن الان اصبح لا، طبعا في الدور التمهيدي ينتهي كل شيء، بالفاينل يبدا من اول وجديد انه يدخل في هذا الفاينل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأداء التحكيمي النهائي طوكيو رماية السكيت سيدات، لاحظت كان الحكم رنجيت المليزي. كان أداء الأمانة كان ممتاز، واللي تفاجأت فيه أكثر بالحكم التايلندية نيو، كان فوق المتوقع أداءها التحكيمي. والحكم أثناء النهائي وخاصة أولمبياد صعبة على الحكم، حتى لو أنه تكون عنده خبرة كبيرة، أنه يسيطر على نفسه ويتدارك الأمور ويتخذ القرارات السريعة، تصرف سريع. كان أداءها بالفاينل سكيت الرجال كان ممتاز، وما في أي اعتراضات ولا أخطاء تحكيمية. وننتقل بخصوص الفاينل السابق بالقانون السابق، كان التأهيل الرومات 6 رومات مثل العدد. نعم. وما اختلف، بس العدد اختلفت بأعداد. نعم. الأطباق 25 طبق يرمي وتنتهي وينتهي الفاينل، وتكون مدة الفاينل ما بين 20 دقيقة إلى 30 دقيقة 35 دقيقة حسب الأعطال ممكن أو التأخيرات اللي تحصل أثناء الجولة. نعم. أما حاليا هذا طبعا مطبق على السكيت والتراب 25 طبق بالسابق. نعم. حاليا اختلف، الرامي يدخل الفاينل بمجموع 0. نعم. الدور التمهيدي الأطباق اللي كان أو رقمه ما تحسب، خلاص لا يحسب. نعم. لا تحسب. بالسابق كان ياخذ وياها رقمه، بس بعد التعديل القانون الجديد
ما ياخذ الرامي مجموع الجولات التمهيدية السابقة معاه بالفاينل، يبدأ من الصفر. وراح تكون أكيد يعني المنافسة قوية والجميع حظوظه متساوية. نعم تكون مناسبة وتعطي هي فيها تعطي دافع للرامي اللي هو يكون متأخر مثلا مو حاصل على مجموع كافي، وهي زينة وهي شينة بنفس الوقت، يعني أنا أنظرها أنها تظلم وما تظلم بعض الرومات. وبخصوص الأطباق، الأطباق اختلفت بشكل كلي. بسابق مثل ما ذكرت كانت 25 طبق، وينتهي الأمر بحسم أثناء التعادل بالشوت أوف. أما حاليا برماية الاتراب يدخلون الرومات الستة يرمون 25 طبق، وبعدها خروج الرامي السادس اللي هو أقل رغم، وتبدأ عملية رماية الخمس أطباق، وبعدها خروج الرامي الأقل رغم لغاية ما يوصلون إلى عدد اثنين راميين. يبدون برماية 10 أطباق يحددون فيها الأول والثاني، طبعا الثالث يكون محدد اللي هو بخروج المغلوب التسلسلي. هذه بالنسبة للتراب. أما بالنسبة لرماية الاسكيت ومثل ما شاهدتوا الفاينل بطلنا عبدالله الطرقي الرشيدي، الفاينل كان من 60 طبق مقسمة في بداية الأمر 20 طبق يرمونه، بعدها يبدأ خروج المغلوب وبعدها بالتسلسل يرمون 10 أطباق لين ما يوصلون إلى راميين. إذا أصبحت طبعا المسابقة ما هي سهلة، المسابقة فيها صعوبة فيها صعوبة. إيه نعم، لكن بما أن احنا نتكلم طبعا عن عبد الله الطرقي الرشيدي رامينا البطل، أبو سلمان طبعا عبد الله الطرقي الرشيدي إنجازاته كثيرة ما شاء الله، من خلال طبعا مشاركاته في جميع المسابقات سجل حافل بأبطال في بألقاب سواء خليجية عربية آسيوية عالمية، أيضا تحقيق البرونزية ريو في 2016 وبرونزية طوكيو 2020. كيف تنظر للإنجازات الكثيرة اللي حققها هذا الرامي الأولمبي؟ طبعا الرامينا عبد الله الطرقي لله الحمد احنا نفتخر فيه، يعني أسطورة، يعني واحنا يعني ما هو سر احنا بعد أولمبياد ريو دي جانيرو عرضنا عليه في مجلس الإدارة أنه يعتزل ويستلم تدريب يكون مدرب وطني في اتحاد الرماية، لكن طبعا هو قال أنا عندي استعداد أني أكمل وأنا حاس نفسي هو عنده طموح، عنده طموح حتى تصريح أنه أنا إن شاء الله، وحتى أنا كلمته قال لي باريس إن شاء الله بسلمان، قلت يلا إن شاء الله معاك أنا يعني قال أنا بكمل، فاحترمنا طبعا إرادته وكمل ولله الحمد وبطل، يعني حق إنجاز يعني ما في شك، يعني رامي مخضرم وإحنا إن شاء الله يعني راح نستفيد منه لأبناء الموجودين كفاءة كبيرة مثل بطلال، الكل يفتخر فيه ويعني لابد من الاستفادة من إمكانياته وخبراته إن شاء الله، يعني إن شاء الله نتأمل إن شاء الله إنه يعني يكون في تنسيق بعد عودته إن شاء الله، بحيث أيضا أنه يعطي مجال لتدريب الصف الثاني عندنا في الاتحاد إن شاء الله، بالإضافة إلى استمراريته في طبعا هو تدريباته للتجهيز لأولمبياد باريس 24 إن شاء الله. نعم أكيد العمر ما هو عائق، الطموح والإصرار والعزيمة اللي نشاهدها في تصريح عبد الله الطرقي أنه يأمل أن يكون مشارك في طبعا الأولمبياد القادم باريس 2024، وأكيد نتمنى له كل التوفيق لهذا النجم والرامي الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي، وخلونا نتابع هذا التقرير الخاص عن هذا النجم. من منا لا يعرف الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي بطل الرماية العالمي والمتربع على قائمة التصنيف العالمي والآسيوي لمرات كثيرة، وسجله الذهبي
الحافل بالإنجازات والأرقام القياسية، والذي يسعى دائما إلى الصعود لمنصات التتويج. ومن النادر أن يتخلى عن أحد المراكز الثلاثة الأولى، وهي مرات قليلة جدا. عبد الله الطرقي الرشيدي رامي مشهود له بالكفاءة والمهارة والإتقان، ولا يخطئ الأهداف إلا في الأوقات التي يعانده الحظ أو لظروف خارجية قاهرة. شارك البطل الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي في 6 دورات أولمبية متتالية من أجل الحصول على ميدالية ذهبية، وهي أولمبياد أتلانتا 96 وسيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، وحقق فيها الميدالية البرونزية. وكان مسك الختام إنجازه الأخير في أولمبياد طوكيو 2020 بحصوله على الميدالية البرونزية، بعد أن حل في المرتبة الثالثة في رماية السكيت، وذلك بعد تنافس قوي مع أفضل رماة العالم. وتبقى أولمبياد طوكيو 2020 السابعة على التوالي التي يشارك بها الطرقي، وستكون دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 هي الثامنة على التوالي للرامي البطل. لذلك يعد الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي ظاهرة من الظواهر في عالم الرماية الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية من دون منازع. بالفعل الرامي الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي له كثير من الإنجازات على المستوى الخليج والعرب وعلى المستوى الآسيوي، وأيضا على مستوى بطولات العالم وأيضا الأولمبياد، ودائما متواجد في منصات التتويج. ويمكن احنا تحت الهواء نتكلم مع طبعا الكابتن حمد الرويسان، قال لما حصل الميدالية البرونزية ايش قال حق طلال في بالتصوير في الفيديو؟ نعم، يقول حق ولده طلال ان شاء الله الذهبيه بباريس. يعني هذا اصرار وطموح، هذا اصرار وطموح وعزيمه عند عبد الله. يمكن عبد الله عودنا انه دائما يكون متواجد في منصات التتويج، وهذا الشيء بالفعل احنا انا ذكرت ان العمر ما هو عائق. طبعا لكن الانسان اللي عنده هدف واصرار اكيد اكيد يسعى يعني يسعى للوصول له. بطل مخضرم يعني، وعزيمه صراحه يعني. بطلال يعني قدوة يعني حسنة لجميع الرياضيين وجميع الرماة يعني، ويعني احنا يعني وفعلا وجوده بضمن المنتخب الكويتي يعني يسبب يعني في ميادين الرماية يعني رعب يعني للاعبين. يعني الله يذكره بالخير ابو حمود لا الكابتن جاسم يعقوب ابو محمد يعني مرعب في كرة القدم. نعم. احنا بطلال نعتبره مرعب في الرماية فلا الحمد يعني بطلال يعني قدوة حسنة للرماة، ويعني وعنده طموح عنده عزيمة، وان شاء الله يعني يعني نستفيد منه في اتحاد الرماية بخبرته لبقية اخوانه المتواجدين. نعم. الجميل انه يعني في الاولمبياد اعتقد انها ما ادري انا يمكن تاريخيا، لكن تعتبر يمكن لاول مره مشاركه الابن والاب في اولمبياد كمشاركين وكطبعا رماة او لاعبين في هذه الاولمبياد. بالفعل يعني وجود طلال الطرقي الرشيدي ابن طبعا الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي في متواجد ايضا كمتسابق من خلال مسابقة التراب اللي راح تنطلق إن شاء الله بعد ساعة منالة، أكيد التوفيق هو زميل عبد الرحمن الفيحان. أنا أستغل يعني وجودك كابتن حمد الرويسان كونك حكم دولي ورئيس لجنة حكام، يعني نتكلم عن المعايير لاختيار حكام الأولمبياد. بالنسبة لاختيار حكام الأولمبياد، نعم، يتم الاختيار على خبرة الحكم، سنوات الخبرة اللي عنده الطويلة، مشاركاته في البطولات وخاصة البطولات الغارية، البطولات الدولية اللي هي مثل كؤوس العالم،
ويتم اختياره عن طريق ترشيحه عن طريق الاتحاد الدولي للرماية. ويتم طبعاً اختيار عدد معين؟ يتم اختيار عدد معين ومعايير ونسب معينة، وكل حكم يتم اختياره أو ترشيحه يتم إرسال اتحاد دولته الدعوة اللي هي باختياره المشاركة في الأولمبياد. تكنيكال ديليجيت والجوري طبعا هم الحكام طبعا حسب التصنيف يعني، فالمسابقة يكون فيها تكنيكال ديليجيت اللي هو المدير الفني، وفي أيضا لجنة الجوري المحكمين، وفي الرفري، فطبعا هذول كلهم لازم يكون حاصلين على لياسة دولية طبعا، مثل ما تفضل أبو خالد إنه لازم يكون عامل الخبرة موجود يعني. وطبعا المهم في أيضا إنه يكون في فحص لهم طبعا بالنسبة للنظر، لأن هذا مهم في بالحكم يعني إنه يشوف الأطباق حتى يعني بالنسبة للشخص يعني. هذا الفحص يكون الحكم الميدان نفسه اللي هو داخل الميدان. وبالنسبة اللي تفضل عنه أبو سلمان وتكلم عنه عن الجوري اللي هم الحكام المراقبين اللعبة ككل المسابقات، وفوقهم يكون في حكام ثانيين اللي هم حكام الاستئناف ينظرون في الاعتراضات والاحتجاجات. نعم طبعا أبو سلمان سيد عبيد العصيمي من عام الاتحاد الكويتي والعربي للرماية، احنا ذكرنا ان شاء الله بعد ساعات مشاركة عبد الرحمن الفيحان وطلال طرقي في مسابقة تراب، شلون تشوفون حظوظهم خصوصا انهم يعني اذا نتكلم احنا على رماة من الرماة المميزين واللي لهم انجازات كثيرة طبعا من خلال مشاركاتهم في بطولات سابقة، طبعا بطولات ما شاء الله حتى على مستوى العالم، يمكن اخر شيء طلال طرقي اعتقد حقق ذهبيه بطوله كاس العالم. صحيح نعم. طبعا هم ما في شك يعني ابطال يعني، والله الحمد هم جاهزين حاليا من خلال المعسكرات اللي اقيمت والبطولات اللي شاركوا فيها، فهم طبعا جاهزين وان شاء الله يعني راح ينافسون، ونتمنى لهم يعني التوفيق ان شاء الله من رب العالمين، لان بالنهايه يعني هي لابد من التوفيق يعني. راح هم مقاتلين يعني، رماتنا يعني عندهم روح القتال وعندهم حافز ان يحققون ميدالية ويرفعون علم الكويت، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وهم طبعا جاهزين ومستعدين. نعم انت شلون ترى حظوظهم كابتن حمد الرويسان؟ انا شايفه ما شاء الله بالبركه بالرئيس واعضاء مجلس اداره النادي الرماية، كانوا حاطين واضعين خطه كامله. نعم. مثل ما تفضل أبو سلمان قبل شوي وقال إحنا من الأولمبيات إلى 4 سنوات نعد الخطة. نعم. وهذا هو فعلا، وأنا أحب أنوه على موضوع أن الخطط اللي تنوضع للحكام كذلك في إعدادهم دوراتهم تأهيلهم، طبعا الحكام الكويتيين. نعم. تجهيزهم إلى البطولات الدولية. نعم ما في مشاركين الآن كحكام كويتيين في الأولمبيات؟ لا حاليا من العرب المشاركين فيه الأخ عبد الله الحمادي. نعم. من دولة قطر، والأخ إبراهيم المطيري من المملكة العربية السعودية، والأخ محمد وهدان. نعم. من جمهورية مصر. نعم أتمنى لهم أكيد طبعا حكام العرب المشاركين في هذه المسابقة مسابقة الرماية كل التوفيق، وأيضا للحكام بشكل عام الدوليين لهذه البطولة، وأكيد يعني نشاهد عرض استطلاع للجمهور حول إنجاز الرامي عبد الله طرق الرشيدي. مشاهدينا الكرام في هذا الاستطلاع الخاص بردود أفعال الشارع الكويتي بعد تحقيق البطل الأولمبي عبد الله الطرقي للميدالية البرونزية في مسابقة الرماية فئة السكيت في أولمبياد طوكيو 2020. كلمنا عن شعورك كمواطن كويتي بفوز اللاعب بميدالية برونزية في البطل. الصراحة والنعم
يعني هذا أول شيء بيرفع ألم الكويت فوق، وبعدين يرفع اسمه بين المجتمع الكويتي، وبعدين هذا سابقا أخذ ميدالية يعني متقدمة، يعني إن شاء الله يعني من أمثاله وأمثاله يطلعون هالأجيال هذول اللي جايين بعد هم يرفعون اسم الرياضة ويرفعون اسم الكويت. يعني أي كويتي اليوم يستانس لما يشوف بطل مثل هذا ينجز إنجاز رياضي أولمبي، مو يعني مباراة عادية. والله مستانسين لما شفنا علم الكويت في الأولمبيات مرتفع، ونتمنى بعد مو بس كذي، نتمنى الدعم للدولة ومن التجار ومن الشعب حق اللاعبين وتبنونهم بس. هل الإنجاز هذا هو حافز حق الرياضيين؟ اي والله حافز حق الشباب الصغار بالذات، لان اللاعب اللي ياخذ ميداليه كنا كبير في السن، انا اعرف عبد الله الرشيدي طرقي كبير في السن، فهذا راح يكون حافز لهم اذا لقوا الدعم ولقوا التشجيع من الشعب ومن الحكومه ومن التجار، فالكل راح يتحمس وكل راح يجيب ميداليات ان شاء الله في المستقبل. والله احنا الصراحه كنا نتمنى له ان شاء الله باذن الله تعالى فوز اقوى واقوى ان شاء الله بالسنوات الجايه ان شاء الله، ولكن هو طبعا رافع راسنا ورافع اسم الكويت واسم الامير وسمو ولي العهد الله يخليه ويطول في عمره ان شاء الله. واللاعب هذا صراحه مثلنا كلنا، مثل الكويت كله باذن الله تعالى، نتمنى له ان شاء الله للاحسن والاحسن باذن الله. كلمنا عن شعورك كمواطن كويتي بفوز اللاعب الكويتي عبد الله طرقي بالبرونزيه في اولمبياد طوكيو. نهني الأخ عبد الله الرشيدي بفوزه في الميدالية، وحقيقة رفع رأس الكويتيين جميعا ورأس والحكومة والشعب، الله يبارك له في جهوده اللي بذلها للفوز في هذه الميدالية. كلمنا عن شعورك كمواطن وكرياضي بفوز اللاعب الكويتي عبد الله طرقي في اولمبياد طوكيو. طبعا كحنا رياضيين لنا الفخر ان واحد كويتي يمثل الكويت في طوكيو بالفوز هذا، طبعا فخر للكويتيين كلها والرياضيين كلها، ونتمنى ان يحقق الايام الجايه في فوز بطولات ثانيه. وانا اللي سمعت ان ولده بعد مشارك انه بالبطوله، وان شاء الله حق ولده مستقبل حق الكويت ان شاء الله، وان شاء الله البطولات هاي ويفوز فيها، يعني بالعكس هذا احنا نفتخر فيه حق الرياضيين كلهم حق الكويت كلها، هذا احنا نبارك له ويسعدنا ويشرفنا انه رفع راس الكويت. والله فرحانين احنا وياي بفوز الاخ عبد الله وياي، والله يجزاه خير في ظل الاوضاع الحاليه وظروف الكورونا وياي بهذا الانتصار، وكنا محتاجين صراحه شيء يفرحنا بهالوقت هذا، والله يعطيه العافيه. برايك هل الانجاز هو حافز حق الرياضيين؟ اكيد يعتبر وياي حافز الرياضيين، وثاني شيء يعتبر عبد الله قدوه، رجل قديم في الرياضه هذا، ونتمنى الدعم وياي ويشجعون الشباب وياي وياخذون خطوه مثل خطوه الاخ عبد الله وياي وينتصرون ويجيبون الميداليات لنا. عبد الله الطرقي شخص محترف، قبل 4 سنين خذ الذهبيه والحين ماخذ البرونزيه، ويجزاه الله خير على هالميدالية بعد. وأنا أقول الحكومة أساس إن هذا الشخص يبون يدرب الأشبال على الرماية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كمواطن كويتي طبعا شعور اللي يعني لا يوصف بالفرحة والبهجة، أمس يوم درينا أن اللاعب الكويتي الرامي طبعا الكويتي عبد الله طرقي الرشيدي حصل على البرونزية، وطبعا هذه الميداليه ليست قريبه على اخونا البطل الرامي عبد الله، كان المفروض ايضا هو حسب كلامه انه احتمال كان يحصل على الذهبيه، وان شاء الله بالدوره الاولمبيه القادمه 2024 في فرنسا ممكن عبد الله يحصل على الذهبيه. وطبعا شعور العرب والخليجيين، يعني اليوم انا قاعد اسمع في معظم وكالات العالم ان هناك انجاز كويتي، يعني ان حصول الكويتي الرامي عبد الله طرقي الرشيدي على الميداليه البرونزيه، ويكفينا احنا ككويتيين ان علمنا يرتفع في طوكيو، هذا انجاز يعني بحد ذاته شيء يعني افرحنا واثلج صدورنا. انا اتمنى ان شاء الله رساله الى الحكومه الكويتيه ان يهتمون في عيالهم، خصوصا في معظم اللعبات خصوصا اللعبات الفردية اللي تحقق ميداليات، السباحة، الجمباز مثلا، الفروسية، واحنا عندنا ابطال، لو في اهتمام شوية زايد على عبد الله
وغير عبد الله ممكن ننجز ميداليات. انا اتوقع ان شاء الله حتى ابطالنا ممكن بالسباحه او العاب القوه ممكن ان شاء الله نحقق ميداليات جيده، وهذا طبعا انجاز، وانا ارفع يعني الى مقام حضره صاحب السمو امير البلاد الفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباحي، الى سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباحي، والى الحكومه الرشيده هذا الفوز وهذا الانجاز. وهذا الانجاز لنا ككويتيين كخليجيين كعرب ان فعلا نفتخر عندنا لاعب مميز مثل عبد الله طرقي الرشيد. في ختام هذا الاستطلاع نجدد التهاني والتبريكات للشارع الرياضي الكويتي بشكل عام ولاتحاد الرمايه بشكل خاص ولبطلنا الاولمبي عبد الله طرقي على تحقيق هذا الانجاز الرائع. حياكم الله مشاهدينا الكرام في فرحة وطن، وأشكر زميلتنا حوراء غالب على هذا الاستطلاع وأكيد الفرحة الكبيرة اللي تابعناها من خلال استطلاع ومن خلال حديث الشعب الكويتي حول هذا الإنجاز اللي تحقق للرامي عبد الله طرقي الرشيدي بتحقيق برونزية مسابقة السكيت في طوكيو 2020 في الأولمبياد. وأكيد دول كثيرة تسعى بدعم وتسعى بدفع مبالغ كبيرة لرياضيها حتى يحققون ميداليات في الأولمبياد، وهي فعلا فرحة لما نشاهد علم الكويت يرفع في محفل كبير مثل الأولمبياد، وهذا بالفعل شيء نفتخر فيه كشعب كويتي من خلال الإنجاز اللي تحقق. وأنا يمكن من خلال متابعة الاستطلاع يعني الفرحة أنا أشوفها بعيون أبو سلمان، طبعا سيد عبيد العصامي أمين عام الاتحاد الكويتي والعربي للرماية، وأيضا كابتن حمد الرويسان. من خلال متابعتكم الاستطلاع حسيتوا بفرحة الناس، حسيتوا أن الناس فرحت لهذا الإنجاز، وأنتم أكيد صحيح من الناس اللي يعني ساهمتوا في هذا الإنجاز من خلال طبعا رامي عبد الله الطرقي الرشيدي، من خلال مجلس إدارة، من خلال أيضا دعمكم في النادي الرماية الكويتي. أنا يعني أشكركم صراحة على هالاستطلاع، يعني استطلاع حقيقي يعني واضح. هذه فرحة حقيقية، واضح يعني هذه فرحة حقيقية للشارع والشعب الكويتي يعني بالإنجاز، وهذا يعني بالنسبة لنا يعني لا يقدر بثمن صراحة. يعني لما إحنا كنادي واتحاد ولاعبين وجهاز فني وإداري ينقل البسمة والفرحة على الشعب الكويتي يعني هذا لا تقدر بثمن، ولله الحمد يعني استطعنا إيصال الفرحة إلى الشعب الكويتي، وايضا بطلنا رفع علم الكويت، فهذا يعني لا يقدر بثمن صراحه. واحنا سعداء ونشكركم على هذا يعني الاستطلاع الحقيقي اللي عكس فرحه الشعب الكويتي والشارع ايضا بهذا الانجاز. نعم، احنا نشكر اكيد زميلتنا حوراء غالب اللي اقامت هذا الاستطلاع وما قصرت قواها الله، واكيد ابو خالد حمد رويسان اكيد هي حسيتوا ان الشعب فرحان بهذا الانجاز. للامانه انا كنت فرحان بالميداليه، وفرحت اكثر لما شفت الاستطلاع، حاشين شعور ثاني يعني الشعب ككل فرحانين، مو بس يعني نادي الرماية أو اللاعبين أنفسهم، الكويت كلها فرحانة. نعم الحمد لله أكيد. عفوا الفرحة حتى مو بس نعم. الكويت يعني الخليج والعرب، هي الميدالية الأولى للخليج في هذا الخليج والعرب. نعم. أول ميدالية في الرماية. نعم. يعني وتلقينا العديد من الاتصالات يعني صراحة من إخواننا في دول الخليج والدول العربية كلهم يعني يهنون كأنه هم اللي فايزين، وهذا طبعا ما في شك يعني فرحة للجميع يعني والله الحمد. نعم أكيد هي فرحة للجميع، فرحة للكل بهذا الإنجاز اللي تحقق من الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي. أبو سلمان يعني هالميدالية البرونزية أكيد راح تعطي دفعة لرماة الكويت المشاركين غدين طبعا، اللي هو طبعا طلال الطرقي وعبد الرحمن الفيحان، وأيضا للرياضيين الكويتيين اللي مشاركين في الأولمبياد اللي راح يكون لهم أيضا منافسات في مسابقاتهم من خلال هذا الأولمبياد. صحيح ما في شك يعني الإنجاز اللي تحقق راح يعطي دافع. نعم. لإن شاء الله رماة التراب عبد الرحمن الفيحان وطلال الطرقي دافع قوي، لأن يعني الحين الضغط النفسي عليهم خف. نعم. يعني لأن خلاص تحققت ميدالية، فراح يدخلون إن شاء الله المسابقة ويعني الضغط النفسي خفيف، راح طبعا يقاتلون مثل ما عودونا وينافسون، وان شاء الله الله يوفقهم ويحققون،
وأيضا نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع الكويتيين المشاركين في الأولمبياد في باقي المسابقات. يعني الأولمبياد ما هو سهل، يعني عشان الكل يعرف، يعني احنا مارسنا ويعني ما هو سهل ان تشارك في الأولمبياد، يعني وجميع الدول تدفع ملايين تجهز منذ سنوات لتحقيق إنجاز أولمبي، فطبعا يحتاج جهد كبير، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الرياضيين الكويتيين المشاركين إن شاء الله. احنا أكيد دعواتنا لجميع طبعا الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 في جميع المسابقات وجميع الرياضات، وأكيد داعمين لأبطال الكويت في هذه الأولمبياد. كابتن حمد الرويسان، غدا أكيد يعني مسابقة التراب، وأكيد نتكلم عن كيفية توزيع الأطباق، خصوصا احنا ممكن السكيت انتهينا منه، لكن ودنا نتكلم عن بطولة الغد اللي هي مسابقة التراب. نعم، الغد راح يتم مشاركة الرماة. نعم. في رماية 3 جولات مقسمة على كل جولة 25 طبق، مجموع. نعم. 75 طبق، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني يتم رماية 50 طبق مقسم على جولتين، وبعدها يتم اختيار أفضل 6 رمات دخولهم الفاينل. طبعا الأطباق، تقسيمة أطباق الفاينل بلعبة التراب تختلف عن الجولات التمهيدية. الجولات التمهيدية تكون عدد 5 جولات بمجموع 125 طبق، وبالنسبة للفاينل يكون دخول الرماة رمايتهم على 25 طبق 6 رمات، وبعدها خروج المغلوب، وبعدها يتم رماية 5 أطباق، وبعدها يتم خروج المغلوب. نعم. الأقل رغم لغاية الوصول إلى آخر 2، طبعا الثالث اللي يطلع الثالث هو يكون صاحب الميدالية البرونزية. نعم. يبقى راميين اللي هم ينافسون على الأول والثاني، على الذهبية والفضية، يرمون مو 5 أطباق، يرمون 10 أطباق. في التراب تختلف؟ أي نعم، تختلف عن الاسكيت. نعم. وتختلف عن الجولات التمهيدية. نعم، عموما أكيد كل التوفيق لرماتنا، ونترككم مع طبعا كلمة لرئيس الاتحاد الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج خلف العتيبي المتواجد في طوكيو أكيد لدعم الرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله سبحانه وتعالى، رياضة الرماية الكويتية أثبتت جدارتها ومنافستها القوية، وحققت إنجاز مهم باسم بلدنا الكويت، ورفعت علم الكويت، وحصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في رماية السكيت الأولمبي. نيابة عن الجميع، أتقدم بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهد الأمين، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي على الدعم الكريم اللي تلقاه رياضة الرماية، وإن شاء الله دائما نكون قد المسؤولية. أهني البطل عبدالله الطرق الرشيدي على هذا الإنجاز اللي فعلا استطاع من خلال جهوده ومثابرته المنافسة بقوة وتحقيق هذا الإنجاز. احنا طبعا في اتحاد ونادي الرماية الكويتي سعيدين جميعنا فيما تحقق، وهذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى بداية، ثم الدعم اللي نلقاه من قيادتنا السياسية في بلدنا الكويت. والله سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا الكويت دار أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في هذا الإنجاز أود أن أهدي هذا الإنجاز لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الحكومة الرشيدة، وإلى الشعب الكويتي كافة. أكيد نشكر طبعا المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي والكويتي للرماية على هذه الكلمة، وأيضا رامينا الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي على كلمة اللي ألقاها أيضا قبل قليل، وأكيد نتمنى لهم أكيد إن شاء الله أنهم يصلون البلاد بالسلامة بعد أكيد مشاركة رماة الكويت وانتهاء مشاركتهم في أولمبياد طوكيو 2020. أبو سلمان طبعا عبيد العصيمي أمين عام الاتحاد الكويتي والعربي للرماية، أكيد يعني رصدتم المكافآت، وإحنا نشاهد من خلال طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك دعم وأكيد يعني مكافآت للنجم والرامي عبد الله الطرق الرشيدي. طبعا أبو طلال يستاهل يعني. نعم. وإحنا في مجلس الإدارة طبعا اتخذنا قرار بمكافأة، يعني ما هي بحقه، ولكن يعني حسب إمكانيات وميزانية. نعم. النادي يعني 10,000 دينار إن شاء الله راح نسلمها له. 10,000 دينار مكافأة لبرونزية سكيتي، وأي رامي أيضا. نعم. يحقق الميدالية راح يعني نكافأة بنفس المبلغ. نعم. 10,000 دينار. طبعا ما في شك يعني أنا سمعت في شركات يعني قدموا أيضا دعم، ومن هذا الباب يعني أنا أدعو يعني. نعم. جميع الشركات والمؤسسات يعني إن يدعمون أبنائهم الرياضيين يعني هذا أقل شيء يعني يقدمونه. صحيح. لوطنهم ولدعم يعني الرياضيين بشكل عام والرماة الفائزين اللي حققوا ميداليات. نعم. لأن يعني يجتهدون ويتقربون ويحققون. نعم. ميداليات، فتكريمهم واجب أعتقد. أكيد التكريم واجب لطبعا رامي عبد الله الطرقي الرشيدي أو أي رياضي يحقق أي ميدالية من خلال أولمبياد طوكيو 2020. أنا ذكرت قبل قليل أن الدول تدفع مبالغ كبيرة لتحقيق إنجاز في الأولمبياد، فلذلك بالفعل هو إنجاز يحسب لعبد الله الطرقي الرشيدي، وأيضا أتمنى إن شاء الله لجميع الرياضيين الكويتيين المشاركين في أولمبياد طوكيو كل التوفيق وتحقيق إن شاء الله مزيد من الإنجازات. إحنا وصلنا ختام حلقتنا فرحة وطن، هي بالفعل كانت فرحة لحصول عبد الله الطرقي الرشيدي الرامي الكويتي على البرونزية سكيت في أولمبياد طوكيو 2020. أنا أشكر ضيوفي اللي كانوا متواجدين، أمين سر الاتحاد العربي والكويتي للرماية سيد عبيد العصيمي. أبو سلمان شكرا على حضورك وتواجدك معنا داخل الاستديو. شكرا، شاكرين لكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله دائما نلتقي في الأفراح، وإن شاء الله الرماية الكويتية يعني دائما من نجاح إلى نجاح في ظل الدعم الكريم من قبل القيادة السياسية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين والحكومة. نعم. الرشيدة، وإن شاء الله دائما نلتقي في الأفراح إن شاء الله بإذن الله. وأيضا كل الشكر للكابتن حمد رويسان حكم الدولي ورئيس لجنة الحكام الخرطوش في الاتحاد الكويتي للرماية، شكرا لك أبو خالد، وسعدنا بتواجدك معنا داخل الاستديو. مشكورين، وأنا سعيد وشاهدت من أراء الشعب الكويتي، وإن شاء الله الشعب الكويتي يفرح مرة ثانية يوم الخميس بإذن الله بحصول أحد الرماة. نعم. التراب سواء ذهبية أو فضية أو برونزية. نعم، نتمنى أكيد كل التوفيق إن شاء الله بعد ساعات مسابقة عبد الرحمن الفيحان وطلال الطرقي الرشيدي في تراب الرماية، نتمنى لهم كل التوفيق ودعواتكم، وأيضا هناك مشاركة لطبعا
السباح عباس قولي إن شاء الله يوم الخميس 29/7 في 100 متر، وأيضا السباحة لارا دشتي في 50 متر يوم الجمعة 30/7، ومضاوي الشمري في مسابقة جري 100 متر يوم إن شاء الله الجمعة 30/7، وأيضا يعقوب اليوحة في سباق 100 متر حواجز جري يوم الثلاثاء، وأيضا سيد محمد الموسوي في مسابقة الكاتا يوم الجمعة 6/8. دعواتكم يا أهل الكويت لرياضيين الكويت المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، دعواتنا أكيد كلنا إن الله يوفقهم إن شاء الله من خلال هذه الأولمبياد، ونتمنى إن شاء الله أنهم يحققون الميداليات، وإن شاء الله ننتظركم في فرحة أخرى وفي فرحة وطن. مع السلامة.